طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، وهو كرة طائرة رجال، واللي بدأوا الموسم واستهلوه بمباراة بنها، واللي اتلعبت طبعا امبارح. المباراة اتلعبت امبارح على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وانتهت بفوز النادي الأهلي 3-0. بالمناسبة فريق بنها فريق محترم جدا جدا، ما كانش يبقى في الممتاز وما كانش يبقى في مجموعة النادي الأهلي. نتائج الأشواط جاءت كالآتي 25-18، وده يوضح قد إيه فريق بنها فريق محترم. ومن هنا إحنا بنحيي فريق بنها الحقيقة على مستوى الأداء، 25-7 و25-10. ده أول مباراة لينا في المجموعة بتاعتنا، أول مباراة لينا في المجموعة بتاعتنا. الماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون مع نادي مصر البترول، وهيكون بعد بكره باذن الله. كل التوفيق طبعا لرجال الكره الطائره اللي عملوا اعداد كويس، خدوا دعم مجلس اداره قوي جدا من النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي. كل النادي واقف وراه، هنستعدد تاني الالقاب ان شاء الله، دوري وكاس وبطوله افريقيه. احنا ابطال افريقيا الموسم اللي فات، كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش، صورنا التقرير ده، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. اول مباراه يعني انا مبسوط ان انا انضممت مع النادي الاهلي، هو كان حلم ليا من وانا صغير يعني، والحمد لله دي اول مباراه رسميه كنا مستعدين ليها يعني، وربنا كان موفقنا اكتر منهم. هم فريق احترم طبعا، بس الحمد لله قدرنا نكسب 3-0. هو كان دايما بيحفزنا ويقول لنا ننسى اللي حصل السنه اللي فاتت، احنا هنبدا صفحه جديده، ودايما في اجتماعات وبنقعد دايما مع بعض، والفرقه كلها محفزه بعضها يعني، ومستعدين لاي حاجه باذن الله. ان شاء الله عندنا مصر البترول، في مصر البترول الماتش جاي يوم الثلاث، هو ماتش رخم في ارضهم، ارض صعبه يعني. احنا باذن الله تمرين صبح وليل مكملين زي ما احنا، الحمل تقيل، وان شاء الله احنا يعني 24 لاعب يعني مستعدين لاي حاجه باذن الله. طبعا احنا استعدينا الفتره اللي فاتت، عملنا فتره اعداد جيده، عملنا حوالي شهرين نتمرن صبح وبالليل، عملنا ماتشات وديه كتيره، اخرها كانت نادي طلائع الجيش هنا في الصاله. طبعا كابتن ميدو ادى المشاركه للعيبه كلها من اصغرهم لاكبرهم على طول يعني، ما فيش اي فرق. وان شاء الله الفتره اللي جايه كلها تبقى ماتشات هتبدا تتقل واحده واحده، وان شاء الله اللي جاي يكون خير كله ان شاء الله. النهارده الحمد لله كسبنا، الحمد لله فرق مستريح، الماتش ما كانش اجمد حاجه، كله خد فرصته، ظهرنا مستوى كويس الحمد لله، وان شاء الله نبدا ننسجم اكتر مع بعض في الفرقه، وبقيه الدوري ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. الحمد لله ماتش محترم، لسه اول ماتش في الدوري، بقى لنا فتره بنستعد تمرين صبح وليل وفتره اعداد. فرقة محترمة الحمد لله، كسبنا النهارده 3-0، لسه دي البداية، وبقالنا فترة بنحضر للماتشات دي، لسه عندنا ماتش مصر البترول إن شاء الله الماتش الجاي بس، وربنا يكرم بقى إن شاء الله نعوض الإخفاق بتاع السنة اللي فاتت. داخلين مركزين السنة دي على الدوري والكاس إن شاء الله، ونحافظ كمان إن شاء الله على أفريقيا يعني بإذن الله، يعني صفحة جديدة إن شاء الله. الدوري ده مركزين، هنعوض السنة اللي فاتت، مركزين في التمرين، بنتمرن الحمد لله الصبح وبالليل أغلبية الوقت، ويعني كل الاخطاء اللي احنا بنعملها او كنا بنعملها بنحاول احنا نركز عليها بحيث ان احنا ان شاء الله نبقى احسن بس، وان شاء الله خير يعني السنه دي باذن الله. دي اول مباراه لينا في الدوري، الحمد لله اشتغلنا الفتره اللي فاتت كويس جدا، تمرين الصبح وبعد الظهر اللعيبه كانت مركزه في التمرين. مباراه النهارده فريق بنها من الفرق الصاعده للدوري الممتاز، ادت النهارده اداء على قد مستواها او قد امكانياتها، ولكن احنا الحمد لله كل ماتش بنبقى عاملين حسابه ومركزين. التمرين الفترة اللي فاتت كان صبح وبعد الظهر، ودي أول ماتش زي ما حضرتك بتبقى عارفة، بنبقى داخلين عاملين الماتش مركزين، حاطين حساب فرقة بنها، لازم تحترم الفرقة دي عشان أنت من خلال احترامك للفرقة دي بتقدر تلعب وبتقدر تظهر بأداء كويس. والحمد لله النهاردة يعني أنا شايف إن أداء كويس من الفرقة. النهاردة كابتن محمد مصلح أشركنا ال 14 لاعب على وجه الكامل، فده من خلالنا بتبقى حاجة كويسة ان انت تقدر تشترك وتشارك كل اللعيبه الحمد لله. والله ان شاء الله يشاركوا، يمكن الماتش الجاي يكون خلاص اجراءات القيد بتاعتهم انتهت، وممكن المباراه الجايه يكون ان شاء الله خلص اجراءات القيد بتاعتهم ويشاركوا ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا ابرز اللي شفناه في التقرير زي ما حضرتك شفته، طبعا يعني اجراءات القيد للاعبين ان شاء الله تتم، المحترفين ويشاركوا. الحاجه الثانيه انه ال 14 لاعب شارك، فواضح جدا انه كابتن محمد مصالح ميدو بدأ الموسم نفس الفكر، خلاص ما بقاش في فكر ان انا اعتمد على 5 لعيبه 6 لعيبه، الكلام ده خلاص انتهى اوفر، ما عادش. لازم يبقى عندك كل الفرقه جاهزه، اصابات طول الموسم، موسم طويل، الطايره اخر، اتحاد الطايره اخر الموسم بشكل كبير، فخلاص ده بقى فكر كل المدربين.